بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك موضوع مهم لكل مسلم، ألا وهو موضوع توحيد العبادة الذي هو صلب العقيدة الإسلامية، وهو الأساس الذي ينبني عليه الدين وتصح معه الأعمال وينجو به المؤمن. اتحب. يفوز بالجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وإن موضوعا كهذا الموضوع يجب الاهتمام به والعناية به ليعلم ويعمل به. التوحيد أيها الإخوة هو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى فالتوحيد مصدر وحد توحيدا، بمعنى أنه اعتقد أن الله واحد لا شريك له، وهو نوعان إجمالا. النوع الأول توحيد الربوبية، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ومعناه اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء. وبعبارة مختصرة، توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره. فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله، بل هو الذي انفرد بذلك كله. وهذا النوع يقر به جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم. فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون مثل قوله تعالى قل لمن السماوات والأرض إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ومثل قوله تعالى ولئن سألتهم يعني الكفار يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألت الكفار الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لا أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض وكما قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه والآيات في هذا كثيرة لو تتبعناها لاستغرقت وقتا طويلا ومن أراد معرفتها فالقرآن موجود ولله الحمد بين أيدينا ومن ذلك نعرف ونعلم أن المشركين كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من أئمة الكفر كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا تاما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يخرجهم من حظيرة الكفر والشرك فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي والاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى إبليس الذي هو رأس الكفر والضلال معترف بأن الله ربه قال ربي بما أغويتني ويحلف بالله فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولم ينكر توحيد الربوبية أحد من البشرية إلا من
تظاهر بإنكاره في الظاهر ومع اعترافه به في الباطن كفرعون. فرعون ادعى الربوبية وجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، وادعى أنه رب الناس كما حكى الله تعالى عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الإنكار منه إنما هو في الظاهر، لكنه معترف في الباطن وقرارة نفسه أنه كاذب في دعوى الربوبية، وإنما أراد أن يغرر بالناس. وإلا فكل عاقل يعلم أن أحدا من الخلق لا يستطيع، لا فرعون ولا غيره، أن يخلق مثقال ذرة في الكون، لا يستطيع أن يدبر شيئا من أمور السماوات والأرض، لا يستطيع أن ينظم الأفلاك والشمس والقمر. ولهذا قال له موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعلم أن ما جاء به موسى حق وأنه من عند الله، ولكنه كابر وعاند في الظاهر كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا هو توحيد الربوبية، وكل العالم من أولهم إلى آخرهم مقرون به، إلا من تظاهر بالجحود مع اعترافه في الباطن بأن الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق هو الله عز وجل. ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر الجبار المعطل في ذلك ماذا قال؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال يعني الجبار أنا أحيي وأميت. وهذا من باب المغالطة، لأنه لا يقصد أنه يوجد الحياة وأنه يوجد الموت، لكنه يقصد بذلك كما ذكر المفسرون أنه يأتي بشخصين قد استحق القتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر، فالذي قتله يقال أماته والذي عفى عنه يقال أحياه. أما إيجاد الحياة في الجسم وسلبها من الجسم هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يدمغه بحجة لا يقدر أن يكابر فيها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا لا يستطيع الجبار أن يدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فعرفنا من هذا أن جميع الأمم حتى الجبابرة والمعطلة
يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأنه لا يكفي الاعتراف بتوحيد الربوبية، فلا بد من النوع الثاني وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، من الدعاء فلا يدعى إلا الله عز وجل، والصلاة والذبح، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي التي يذبحها تقربا كالأضحية والهدي والنذر الصدقة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وكذلك الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والإنابة والاستغاثة وجميع أنواع النذر من ذبح وصدقة وصلاة وصوم، كل أنواع العبادة يجب إخلاصها لله عز وجل، فلا يدعى غير الله عز وجل، ولا يصلى لغير الله عز وجل، ولا يذبح لغير الله عز وجل تقربا إليه، ولا يخاف ولا يرجى ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يرغب ويحب محبة العبودية إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الذي هو توحيد العبادة هذا جحده أكثر الخلق، أكثر الخلق جحدوا توحيد العبادة وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، عبدوا الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين، عبدوا أنواعا كثيرة، وحياة الناس اليوم وحياة العالم اليوم تعج بكثير من الوثنيات التي لا تخفى. هذا كله شرك في توحيد العبادة، وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل كلهم دعوا إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بجميع أنواعها، بأن لا يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، وإن كان يدعي أنه مسلم بلسانه، فإذا كان يصرف شيئا من العبادة لغير الله كأن ينذر للقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، أو يذبح لهم، أو يطوف بقبورهم، أو يتمسح بتربتهم، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كل الرسل جاءوا يدعون إلى هذا النوع، جاءوا يدعون إلى توحيد العبادة ويطالبون الأمم بأن يفردوا الله بأنواع العبادة. ولقد بعثنا، يقول الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أن يعبدوا الله يعني يخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت المراد به ما عبد من دون الله عز وجل، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو بشر، إذا كان البشر راضيا بالعبادة من دون الله، إذا عبده الناس ورضي بذلك أو دعاهم إلى ذلك فإنه طاغوت. أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك ولم يدعو الناس إلى ذلك فهذا ليس بطاغوت. فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام نبي الله وهو ينهى عن عبادة غير الله، يقول إذا سأله الله يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ليست حقا للمسيح ولا لمريم ولا لأي مخلوق. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن في المسيح عليه السلام لم يرضى أن يعبد من دون الله، وكان ينهى عن ذلك، كان ينهى عن ذلك، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذين عبدوا من دون الله وهم لم يرضوا بذلك وكانوا ينكرون ذلك في حياتهم، هؤلاء لا يتناولهم الذم، لا يتناولهم الذم، لأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الناس، ولكن الناس أساءوا من بعدهم. إنما من عبد وهو راض بذلك هذا هو الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأن العبادة الله لا تصح مع وجود الشرك، حتى لو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويحج كل سنة ويعتمر كل شهر ويتصدق بأمثال الجبال من الأموال، لو كان يفعل ذلك مع أنه يشرك بالله فإن عمله باطل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر رسله أو جملة من رسله في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله، لا يصح معه عمل. ولهذا قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح مع وجود الشرك، مع وجود الشرك فيها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله هذا نفي لجميع المعبودات وإبطال لجميع المعبودات ولجميع الشركيات، إلا الله هذا إفراد لله
سبحانه وتعالى بالعبادة. فكلمة لا إله إلا الله مثل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا هو معنى الإثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي لا إله. وكما في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى النفي في لا إله إلا الله. إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات في لا إله إلا الله. هذا هو توحيد العبادة، وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن دعوات الرسل كلها منصبة على الأمر بتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، كما في حديث معاذ الذي في الصحيح قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق العباد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تقف عند قوله أن يعبدوه لأن هذا ما يكفي، ولا يشركوا به شيئا، لا بد من الأمرين، من وجود العبادة والبراءة من الشرك. وهذا الحق حق الله جل وعلا هو أول الحقوق، أول الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده حق الوالدين، ثم يأتي بعده حق القرابة، ثم حق اليتامى والمساكين، كما في آية الحقوق العشرة وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة حقوق في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى في قصة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فذكر حق الله أولا ثم حق الوالدين، لأن حق الله مقدم على كل الحقوق. وكما في آية الوصايا العشر من آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا عشر يقولون أجمعت عليها الشرائع، أجمعت الشرائع السماوية على هذه الوصايا العشر، هي في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، وأولها الوصية بحق الله
سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فهذه الوصايا العشر أول وصية فيها الوصية بحق الله سبحانه وتعالى. إذن ما العلاقة بين توحيد الربوبية الذي عرفناه وبين توحيد الألوهية؟ نقول: نعم، العلاقة أن توحيد الربوبية دليل وبرهان لتوحيد الألوهية. فإذا كان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع شؤون الكون، فإنه هو الذي يستحق العبادة. فتوحيد الربوبية برهان على أنه يجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه، يقدر على الإحياء والإماتة، هذا لا يصلح للعبادة، وإنما الذي يصلح للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية ليستدل به على وجوب توحيد العبادة، كما في أول آية في القرآن، وهي قوله تعالى أول نداء في القرآن في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظوا معي أنه سبحانه أمر أولا بتوحيد العبادة: اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة. ثم استدل عليه بقوله: الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هذه المعبودات التي يعبدها الناس قديما وحديثا، هل هي تقدر على خلق شيء في السماوات أو في الأرض؟ تقدر على خلق ذرة؟ لا، لا تقدر على خلق ذرة. إذن هي لا تصلح للعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أن أيان يبعثون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالذي يشرك مع الله أحدا من خلقه لم يقدر الله حق قدره، حيث إنه ساوى الضعيف العاجز بالقوي القادر سبحانه وتعالى، ساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين القادر والعاجز، ساوى بين الرب والعبد. ما قدروا الله حق قدره، فالمشركون ما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره لم يشركوا به أحدا في عبادته سبحانه وتعالى. فالذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور. هل الأصنام تقدر على تدبير شيء في السماوات أو في الأرض، سواء كانت أصناما جمادات أو كانت أصناما من البشر
كالذين يعبدون الأولياء والصالحين، أو كانت من الشياطين أو من الملائكة أو من جميع المخلوقات، كلها لا تقدر على خلق شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فتوحيد الربوبية هو برهان على توحيد الألوهية، وهو وسيلة وطريق إليه. فمن وقف مع توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية هذا لا يعتبر موحدا ولا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر مسلما، لأن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعترفون بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، الرسول يطالبهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، فدل على أنهم ليسوا مسلمين وأنهم لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، لأنهم يعبدون من دون الله الأصنام والأنداد. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني لما طالبهم أن يخلصوا العبادة لله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام تعجبوا من ذلك، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يطلب منا أننا نترك الأصنام ونترك عبادة الأوثان ونخلص العبادة لله، هذا شيء عجاب. لم يعرفوه بل أنكروه غاية الإنكار. إذن فالفاصل بين المؤمن والكافر هو الاعتراف بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فالكل معترف به، المؤمن والكافر والمشرك والموحد كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن افتراق الطريق هو عند توحيد العبادة. هذا هو الذي ظل فيه أكثر الأمم، وهذا هو الذي أوجب لجميع أو لكثير من الخلق أوجب لهم دخول النار، ولم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية. فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن ونهتم به غاية الاهتمام. نحن عندما نصلي إذا قرأنا سورة الفاتحة التي قراءتها ركن في كل ركعة، ماذا نقول؟ نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نعاهد الله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى. هذا عهد بين العبد وبين ربه، يعاهد الله في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فمن الناس من يفي بهذا الوعد ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن الناس من لا يفي بهذا الوعد فيشرك مع الله في عبادته زاعما أن أحدا يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر من المخلوقين الأموات أو الأحياء أو الأشجار أو الأحجار. هذا أمر عظيم أيها الإخوة الكرام، يجب أن نتفطن له، لأنه هو الأساس المصحح لجميع العبادات. وأول ما يجب على العبد أن يتعلمه هو توحيد العبادة، يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، يعرف ما الذي يصحح العبادة وما الذي يبطلها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
فأمر بأن يعلم أن لا إله إلا الله قبل كل شيء. ومعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني تعلم معنى هذه الكلمة، تعلم معنى هذه الكلمة، لأنها ليست لفظا يقال باللسان من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها. كثير من يقولون لا إله إلا الله، لكن هل يخلصون العبادة لله؟ هل يفون بمعنى لا إله إلا الله؟ هذا لا يمكن أن يقوم به إلا من عرفه أولا، إلا من عرفه أولا حتى يمكنه أن يقوم به. أما الذي يجهل معنى لا إله إلا الله فهذا حري ألا يفي بمعنى هذه الكلمة وألا يعمل بها، لأنه جاهل بمعناها. والجاهل لا يمكن أنه يعمل عملا صحيحا وهو على جهل. ولهذا في آخر سورة الفاتحة أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل معنى لا إله إلا الله، وهم أهل توحيد العبادة. غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، كاليهود مثلا. وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه بحسب ما ترك. قد يكون الغضب والعياذ بالله غضبا شديدا، أو قد يكون غضبا دون ذلك بحسب ما ترك من الحق الذي يعلمه. ولا الضالين، من هم الضالون؟ هم الذين يعبدون الله على الجهل وعلى الضلال، كالنصارى مثلا. وكل من تعبد على غير علم وعلى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال، لأن الضلال معناه الضياع عن الطريق الصحيح. الإنسان إذا كان يمشي مع طريق في البر مثلا، ثم إنه ترك الطريق، فإنه يضل عن الطريق، وربما يقع في مهالك، وربما يقع في مخاطر، لأنه أخطأ الطريق، هذا يسمى ضالا. كذلك من ترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله على جهل هذا ضال والعياذ بالله. فنحن ندعو الله عز وجل أن يهدينا طريق المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. هذا سبيل النجاة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأترك المجال إذا كان في شيء من الأسئلة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال: إذا نوى حاجة مفرغ من أديار علي وعند وصوله الحرم أراد أن يعتبر نفسه متمتعا، هل يجوز ذلك؟ هذا شيء طيب، أن المفرد يتحول من نية الإفراد إلى نية التمتع. إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت طواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يحل من إحرامه. ثم إذا جاء وقت الحج يوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج، هذا يعتبر متمتعا. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن الذين لم يسوقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرموا مفردين أو قارنين، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع، وأن يحلوا من إحرامهم بعد أداء العمرة،
وتمنى ذلك لنفسه عليه الصلاة والسلام لولا أنه ساق الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أفضل، إنه يتحول من إفراد أو من قران إلى تمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. نعم. حضرت من مصر في شهر رمضان وعملت عمرة، ثم رجعت إلى جدة وأقمت بها، ثم أتيت إلى مكة في أشهر الحج ناويا الحج دون لبس الإحرام ولا التلبية، فما علي من مناسك الحج؟ وهل يجوز الصيام لأنني لا أستطيع الذبح؟ وما وقت الصيام؟ لا يجوز لك أن تأتي إلى مكة من جدة وأنت تريد العمرة أو الحج بدون إحرام، بل يجب عليك أن تحرم من مقر عملك أو من مسكنك الذي أنت فيه، تحرم بالعمرة إن أردت العمرة وتحل منها، ثم تحرم بعد ذلك بالحج وتكون متمتعا. وإن أردت أن تحرم بالإفراد بالحج مفردا أو بالقران بأن تقرن بين العمرة والحج، فإنك تحرم من مكانك الذي في جدة أو غيرها، من مسكنك أو مقر عملك الذي تحركت منه إلى مكة لأداء النسك، تحرم من مكانك ولا تتعداه بدون إحرام، وتبقى على إحرامك. إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم، وإن أردت أن تسعى سعي الحج مقدما تسعى، وتبقى على إحرامك إلى أن تحج وتؤدي المناسك يوم العيد. هذا إذا كنت قارنا أو مفردا. إلا أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، وهو ذبح الهدي في يوم العيد أو في أيام التشريق، بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، يشترك السبعة من الحجاج في بعير أو في بقرة يذبحونها لهدي التمتع. ومن لم يجد الهدي، يعني لم يستطع الهدي بأنه لم يكن معه نقود يذبح بها الهدي يشتري ويذبح، إنه يصوم 10 أيام بدل الهدي، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله أو إلى مقر عمله، 10 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. والأفضل أن يصوم 3 قبل يوم عرفة، أن يصوم 3 قبل يوم عرفة. وإن لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها بعد العيد، اليوم 11 و12 و13 من أيام التشريق، لأنه يجوز لمن فقد الهدي أن يصوم أيام التشريق عن دم المتعة أو دم القران كما في الحديث الصحيح. أما غير المتمتع والقارن فلا يجوز لهم الصيام في أيام التشريق لأنها أيام عيد. نعم. حاج تهلل من ميقات بالعمرة، أي نية حجة تمتع، لكنه طاف 7 أشواط وسعى شوطين ولم يكمل السعي، هل علمه بعدد الأشواط؟ حاج تهلل من ميقات بالعمرة، نعم، أي نية حجه تمتع، نعم، لكنه طاف 7 أشواط وسعى شوطين ولم يكمل السعي لعدم علمه بعدد الأشواط أو لجهل، فخلع ملابس الإحرام ولبس المخيط، وبعد علمه لبس ملابس الإحرام وسعى دون أن يذهب للميقات، فما الحكم في ذلك؟ طيب، عمله هذا صحيح، يعيد عليه ملابس الإحرام إذا علم أنه مخطئ، يعيد ملابس الإحرام ويعيد الطواف 7 أشواط للعمرة، ويعيد السعي 7 أشواط للعمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك تمت عمرته ولا يذهب إلى الميقات، لأنه أحرم من الميقات وهو باق على إحرامه، لا يزال على إحرامه، لا داعي لأنه يذهب إلى الميقات لأنه محرم، لا يزال محرما، وتحلله خطأ هذا لا يؤثر أنه جاهل، لكن عليه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يأتي بالعمرة كما ذكرنا. نعم. سائل يسأل يقول: أنا أحرمت من مصر للعمرة
وعملت العمرة وتحللت، هل لي هدي في مكة وأنا سأحرم للحج؟ هل أعمل هدي في أيام العيد؟ نعم. لا. سأل الإفادة عن هذا في أول أيام العيد أو قبل أيام العيد؟ نعم، عليك الهدي، لأنك لما جئت بعمرة وتريد أن تحج هذا العام، إذا تم ذلك إن شاء الله فأنت متمتع، وأنت من أهل مصر يجب عليك الهدي. كل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام من جميع الآفاق من مصر وغيرها يجب عليهم هدي التمتع، ووقت ذبحه في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد يوم العاشر وثلاثة أيام بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذه كلها أيام ذبح، متى ذبحت فيها أجزاءك ذلك. أما قبل يوم العيد فلا يجوز ذبح هدي التمتع، ومن ذبحه قبل يوم العيد فقد ذبحه قبل وقت ذبحه فلا يجزي. نعم. أنا حاج متمتع وقمت بالطواف وصليت ركعتين في مقام إبراهيم ثم بالسعي وأتممت مناسك العمرة وتحللت، وبعدها علمت أن الطواف من داخل حجر إسماعيل يبطل الطواف، وحيث أنه في أحد الأشواط للطواف كان من داخل حجر إسماعيل، فما الحكم؟ هل يفسد الطواف أم الطواف والسعي؟ وماذا يجب عليه؟ الحكم أنها ما صحت عمرتك التي أديتها وأنت باق على إحرامك لم تتحلل منه، فيجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام، مثل ما قلنا في الذي السؤال الذي قبل هذا، تعيد ملابس الإحرام وتذهب إلى البيت وتطوف سبعة أشواط طواف العمرة، لأن طوافك الأول ما هو بصحيح لأنه ناقص، وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فسعيك الأول غير صحيح، ثم تحلق رأسك أو تقصر وبذلك تتحلل من العمرة. نعم. حججت عن أختي بأمر من أمي ولم يكن لي الاستطاعة في الحج عن أبي الذي توفي ولم نحج، وأرادت الأم أن أحج عن أختي، فهل في ذلك من حرج علما بأن الأخت متوفية أيضا؟ لا بأس بذلك، أنت مخير، إن شئت تحج عن أختك لأن أمك أمرتك بذلك أو أن تحج عن أبيك، أنت مخير في هذا، لأنك متبرع ومحسن ولا يلزمك أن تحج عن أبيك أولا، لا يلزمك هذا، فإن شئت تحج عن أبيك أولا وإن شئت تحج عن أختك، وما دامت أمك قد أوصتك بأن تحج عن أختك فطاعة الوالد واجبة. نعم. رجل دخل مكة بعمرة ووضع على رأسه مطار لأن في رأسه مرض، وأيضا يوم عرفة سوف يضع البطاء على رأسه، فما الحكم؟ هل عليه ثلاث دبائح أم ذبيعة واحدة؟ إذا احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه من أجل مرض أو جراحة في رأسه تحتاج إلى غطاء فلا بأس بذلك، يكون عليه فدية، يكون عليه فدية يخير فيها، يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو ذبح شاة، هذه فدية تغطية الرأس، يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم على فقراء الحرم ويغطي رأسه للحاجة ما في بأس. وإذا غطى رأسه في العمرة وغطى رأسه في الحج فيكون عليه فديتان، فدية عن تغطية الرأس في العمرة وفدية عن تغطية الرأس في الحج. نعم. ما الحكم دخول عرفة قبل الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة؟ لا بأس بذلك أن يدخل الإنسان عرفة من أول النهار أو من آخر النهار أو من الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ على الصحيح من زوال الشمس يوم عرفة
ويستمر إلى طلوع الفجر، إلا أنه من وقف في عرفة في النهار فإنه يجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخول عرفة يجوز في أي وقت، في أول النهار أو في آخر النهار، لا حرج في ذلك. نعم. أثناء الطواف وفي الزحام وقع مني شيء فحاولت البحث عنه فلم أجد، ووجدت بالأرض وتحت الأرجل ساعة فأخذتها، وبعد 3 أيام قالوا لي هذه نقيقة حرام أخذها، هل هذا صحيح؟ وما العمل، هل أرميها أم أضعها في أي مكان أم ماذا؟ نعم، لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمن يريد أن ينشد، أن ينشدها بمعنى ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يأخذها لأجل أن ينادي عليها حتى يعرفها صاحبها ويأتي ويأخذها. فأخذك للساعة هذا خطأ، والذي يجب عليك الآن أن تذهب إلى الجهة الحكومية التي خصصت لوضع الضائع عندها، لأن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة يوضع عندها الشيء الضائع، ومن ضاع له شيء يذهب إلى هذه الجهة ويسأل عن ضائعته. فعليك أن تسأل عن الجهة التي خصصت لضبط الضائعات وتعطيهم هذه الساعة، وتبين لهم أنك وجدتها في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، تقول وجدتها في المطاف في يوم كذا وكذا، حتى يأخذ المعلومات الكافية، حتى إذا جاء صاحبها وعرفها كما هي يأخذها. نعم. أنا جئت بعمرة في شهر شوال، وبعد أداء العمرة انتقرت أداء فريضة الحج، فاصبر علي الحج حيث أنني متمتع وأنا لا أملك مالا، وجبت على نفقة ابني، هل أصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى أهلي، أم أطلب من ابني مالا وأشتري أشياء، وهل لي الاختيار؟ إن طلبت من ابنك مالا وشريت به الهدي فهذا جائز لا بأس به، وإذا صمت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى البلد فهذا أيضا جائز، يجوز لك سؤال ابنك ويجوز الصيام، كلا الأمرين جائز والحمد لله. نعم. أنا امرأة جئت في شهر شوال لأداء العمرة، وبعدها مكثت بمكة لأداء فريضة الحج، وفي أثناء وجودي بمكة أحرمت من مسجد التنعيم لأداء عمرة لأم المتوفاة، فهل العمرة التي أديتها عن أم المتوفاة صحيحة؟ وهل علي هدي واحد أم اثنان؟ عليك هدي واحد، هدي التمتع، والعمرة الثانية صحيحة إن شاء الله التي نويتها لأمك، وعمرتك هي التي جئت بها من الميقات، أما العمرة الثانية فهي كما نويتيها لأمك، وهي صحيحة إن شاء الله، إذا كانت قد أديت على الوجه المشروع فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. ما حكم دفع ثمن الأضحية للبنك؟ لا بأس بذلك، لأن البنك قد اعتمد من ولاة الأمور، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء، وعليه رقابة من أهل الاختصاص وأهل المعرفة بالأحكام الشرعية، فأمره منضبط إن شاء الله، فمن أراد أن يدفع له فهذا أمر جائز، ومن أراد أن يتولى ذبح هديه هو بنفسه أو يوكل عليه من يثق به فهذا أيضا جائز، وكون الإنسان يتولى ذبح الهدي بنفسه هذا أفضل، وإذا وكل البنك أو وكل غيره فهذا جائز إن شاء الله. نعم. هل يجوز ذبح هدي التمتع الآن أم يوم العيد؟ هدي التمتع لا يحل ذبحه إلا في يوم العيد،
أو ثلاثة الأيام التي بعد يوم العيد، أما قبل يوم العيد فلا يجوز ولا يجزي، لا يجزي ذبح الهدي قبل يوم العيد لأنه لم يحل وقته. والعبادات إذا كانت مؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها، كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت ما يصح، لأن هذه عبادة وقتت بوقت فلا يجوز فعلها قبل الوقت. كذلك الذبح وقت بوقت هو يوم العيد وبقية أيام التشريق، فلا يجوز ذبحها قبل ذلك الوقت.